عزلة شاقة يكابدها الأطباء والممرضون المغاربة خلال شهر رمضان، خاصة أولئك العاملون بقسم العناية المركزة الذين اضطروا في إطار مكافحة وباء كورونا للبقاء في عزلة طبية بعيداً عن ذويهم مدة تجاوزت 7 أسابيع منذ فرض العزل في مارس الماضي كإجراء احترازي لحماية أسرهم من عدوى الفيروس القاتل. ولدى المغرب أقل من 1000 طبيب بقسم العناية المركزة، لذلك فإن الإبقاء عليهم في صحة جيدة أمر حاسم في مواجهة الجائحة. وقد عرضت الكثير من الفنادق استضافة الأطقم الطبية خلال فترة العزل. احنا قررنا نعطيو لوطيل للدولة باش نساعدوا الناس اللي كيديروا التحاليل وما كيلقاوش فين يديروا الحجر الصحي ديالهم حتى تخرج لهم النتيجة، وحتى الأطباء اللي كيسكنوا بعاد وما كيقدروش يخلطوا العائلات ديالهم. ويقضي رجال الصحة هنا أوقات فراغهم في مشاهدة التلفزيون أو تجاذب أطراف الحديث أو القراءة وممارسة التمارين الرياضية، لكن عليهم دائما التزام مسافة تزيد عن المتر عن زملائهم. أما عن التواصل مع أسرهم خلال شهر رمضان الذي عادة ما يلتئم فيه شمل الأسر المسلمة فيقتصر على الهاتف أو المراسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو وضع رفضه بعض الأطباء الذين فضلوا البقاء مع ذويهم على أن يتخذوا إجراءات احترازية إضافية لتجنب نقل العدوى إليهم. جميعنا خائفون على عائلاتنا أكثر من أنفسنا. الكثيرون اختاروا ألا يعودوا إلى منازلهم بل عزل أنفسهم في مكان آخر. إنه خيار صعب للغاية، لكن الأصعب هو عدم رؤية عائلتك بعد الآن. وحتى الآن أعلن المغرب الذي يسكنه نحو 36 مليون نسمة عن تسجيل أكثر من 5000 إصابة مؤكدة بالفيروس، تكافح السلطات للحد من أعدادهم المتزايدة اعتماداً على تدابيرها الاحترازية وسواعد هذه النخبة من المسعفين الذين اختار معظمهم العزل بعيداً عن أسرهم والبقاء في ساحة مكافحة جائحة كورونا.